انا احكي لك يا مدام امين. ايوه احكي لي يا علبي. ايه بقى يرضيكي احنا جايين نحتفل بعيد جوازنا يا بيه؟ يلا انا في الشخصيه. اوكي اتفضل. انا احكي لك يا مدام امين. ايوه يرضيكي احنا جايين نحتفل بعيد جوازنا والهانم عايز تطلع لايف وتخلي الناس تحتفل معانا. ايه يعني ايه يا مدام هالك الكلام ده؟ تطلعي لايف والناس تحتفل معاكي ازاي؟ مدام أميرة أنا بحب أوثق كل حاجة في حياتي. أيوة بس في حاجات ما ينفعش تتوثق. مدام أميرة على فكرة دي بيجيب لايكس كتير جدا. جابت معايا ضحك والله العظيم من قبل ما أشوف أي حاجة يعني. عاجبك كده؟ على فكرة أنت بطلت تهتم بيا والاهتمام ما بيطلبش. قالت لك الاهتمام ما بيطلبش في ليلة سودة النهاردة. سوري بلاك داي النهاردة. مدام أميرة في إيه؟ يلا بينا. إيه يا مدام هالة؟ في لا انت تحكي لي بقى اللي حصل. ايه حصل يا مدام هالة؟ حصل غريق. مش ممكن. ايه اللي حصل؟ لازم اعيش عشان تبقى دول بتلاقي في الساية اوي. دايما في ظهرنا يا ريس. ايه يا روح قلب؟ ايه يا روح اجيبك مكانه يا روح. يا سلام. اخلص انت بتفتح في المغرب ما تخلص. تبقى ده بجنيه وربع. ايه لا ظهري وجعني اجي على الجنب. انت بتسوي خروف. اخلصي. I will tell you everything. When we got married, I told him many times I have 10 million followers. He should respect me. يعني ايه الخناقه المكرونه بالصلصه ولا بالفراخ؟ حدي ترجم لها. مش وقت غباء. وقت غباء. ده مش ده قصدك ولا ايه؟ نو مدام اميره اي مين هيل. لا معلش ولا يهم جاي حاجه اكننا بنعمل. يس اورايت. وانا سمكه. مدام اميره اي مين ام انفلونسر. انفلونسر؟ طب استاذنك متر بقى كده؟ هو حضرتك فين الكمامه بعد اذنك؟ ايه يا مدام هاله؟ في ايه؟ استني بقى عشان شكلها كده. لا جات لنا الانفلونسر. كده يا مدام هاله؟ مش تبلغينا ده؟ نو اي مين I have fans. يا عرب جديد. انا اخر حاجه اعرفها التهاب حلق. ما اعرفش الباقي ده بقى. هلا انت بتعملي حاجات غريبه. انا مش فاهم انت بتغيري الموضوع كل الوقت. انت بتعملي حاجات مش مفهومه جدا. يعني انا مش فاهمه. انا مش عاجبني طريقتي. انا ليه منافسه في ايه؟ كبرونا بقى. كفايه السهد اللي الواحد فيه.